التقت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله السيدة إيرينا بيكوفا المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بمناسبة رعاية سموها لافتتاح معرض نساء بعين فنانات بحر النيات في مقر اليونسكو بباريس. واستعرضت قرينة عاهل البلاد المفدى بإيجاز المنجزات التي تحققت للمرأة البحرينية في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وجهود المملكة في دعم وتقدم المرأة البحرينية على كافة الأصعدة لا سيما في مستويات التعليم المختلفة والمجال الثقافي من خلال دعم ورعاية المواهب والكفاءات الفنية وتشجيعهم على إبراز وترويج الإنتاج الفني التشكيلي من خلال تنظيم المعارض الفنية المتخصصة سواء داخل أو خارج البلاد وذلك لإثراء الحركة الفنية وللإسهام في خلق موقع متقدم ومتميز تميز للفنان البحريني على الساحة الفنية الوطنية والعالمية. من جانبها أشادت السيدة إيرينا بيكوفا بمنجزات البحرين في مجال دعم وتمكين المرأة خاصة ما يقوم به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من جهود ساهمت في إحداث نقلة نوعية للمرأة البحرينية انعكس على تحقيقها للعديد من الإنجازات في كافة الأصعدة والمجالات مبدية استعداد اليونسكو الدائم لتبادل الخبرات في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك هذا وقد أشادت سموها بعطاء المرأة البحرينية ومساهمتها وحضورها في المجال الفني والإبداعي وما تقوم به من جهد طيب يثري الحركة الفنية وينقل منجزاتها التي تحققت على أرض الواقع عبر لوحات فنية تعبر عن ما تمتلكه مملكة البحرين من مخزون ثقافي وإرث حضاري ونوهت سموه حفظها الله بأهمية إقامة المعارض الفنية لفناني البحرين خارج نطاق الوطن بقصد إبراز الصورة الحضارية المعبرة لمراحل النهضة والبناء التي تعيشها المملكة والتي تمثلت في أعمال فنية أبدعتها أيادي نخبة من الفنانات البحرينيات عبروا من خلالها عن تراث طويل من الانفتاح الفكري والثقافي مع التمسك بالطابع الوطني الذي يحافظ على تميز وخصوصية المدرسة الفنية البحرينية جاء ذلك لدى افتتاح سموها حفظه الله معرضا أعدته السيدة لويس ميلي باربي بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والأثار بمملكة البحرين بعنوان نساء بعين فنانات بحرينيات في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس وأطلعت سموها عن كثب على أعمال المعرض الذي تستمر أعماله حتى 15 من سبتمبر الجاري حيث يشكل فرصة لإبراز مشهد فني جديد للجمهور الفرنسي فضلا عن المجتمع الدولي الفني والثقافي ويضم المعرض أعمال 5 فنانات بحرينيات في مجالات الرسم والتصوير من أجيال مختلفة.